علينا نكون منطقيين وواقعيين في تعاملنا يعني من الناحية الوقائية، لأنه اليوم احنا إذا ما أردنا أن نعالج مشكلة انتشار المرض وانتشار هذا الوباء، واللي نعتقد من خلاله أنه التجمعات هي السبب المباشر أو الرئيسي لانتشار هذا المرض، فهل يعقل أنه يعني دوري الكرة العراقي بدون جمهور ومجرد انتقال 30 شخص اللي هم يمثلون نادي؟ يعني احنا كان من المقرر أن يوم غد أن ننتقل إلى البصرة لملاقات الميناء، ولذلك تأجل موضوع سفرنا. هل يعقل أن هؤلاء 30 شخص ما ينتقلون إلى البصرة مو يكونون سبب في نقل، مقابل إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هناك تجمعات يعني حقيقة أكبر بهذا العدد بكثير، سواء على مستوى التسويق، سواء على مستوى التجمعات العسكرية، سواء على مستوى يعني حقيقة الأسواق، سواء على مستوى الأفراح، سواء حتى على مستوى يعني خلي ناخذ أكثر التجمعات اللي لا يمكن الحد منها، وهي المظاهرات اللي تعم عموم المحافظات العراقية. لذلك علينا نتعامل بمنطق، يعني احنا اليوم من قررنا انه الدوري بدون جماهير، اليوم ما ضرر انتقال، يعني خاصة احنا بنفس الحاجة، تعرف انه الانسان العراقي اليوم ماكو متنفس. احنا اذا انا ما اريد اتكلم بالنواحي الفنية ومدى تأثيرها او ضررها، لانه انا اعتقادا مني انه المسؤول الحكومي ما عنده ايمان وما عنده قناعة بمستوى تأثير الرياضة وكرة القدم بالذات على حركة الانسان العراقي وحركة المجتمعات. ولذلك اتكلم من ناحية اخرى، يعني من ناحية طبية ومن ناحية وقائية، حتى حاجة بنفس يعني المبدأ اللي ذهب بهذا الاتجاه من اجل التأجيل. والا انه كان ممكن اتكلم بامور فنية وضررها ووضعها على الرياضة العراقية، لكن انا واثق من حجم تفكير او المسؤول الحكومي، ولذلك هذا التفكير هو ميؤوس منه. لذلك انا ما اتطرق من هذا الباب، اتطرق من الناحية اللي ذهب إذا هو بهذا الاتجاه، هل هو قادر أن يمنع هذه المظاهرات الشعبية لتعم عموم العراق، واللي هي أكثر يعني بكثير. اليوم مجرد فريق ينتقل من محافظة إلى أخرى، أنا أعتقد هذا المحافظة سواء بغداد أو سواء البصرة والمحافظات الأخرى تتشارك بنفس النسب من حيث الشكل بوجود هذا المرض. يعني أعتقد فريق الزوراء إذا ما انتقل إلى البصرة لا هي آمنة ولا بغداد هي آمنة، حتى على سبيل المثل انه ممكن انه فريق الزوراء ربما ينقل المرض. طيب كابتن باسم، حتى اختصر الوقت واخذ الوقت لضيوفي، انت شخصيا نعم. مو مع هذا القرار؟ نعم. صح؟ لا هو مو فقط مو هذا، انا اتكلم لك الان من الناحية الطبية استاذ علي حبيبي. اليوم احنا انا ما نتكلم منه، حتى هذا ما يتلائم ولا يتناغم مع يعني مع نشرات منظمات المجتمع العالمي يعني الطبية. يعني اليوم هو حتى هذا المرض هو 80-90% من المرض غير مميت، 2% يعني. حتى وإن كان الآن المسؤول يعني يتبرر بهذا الادعاء يعني علينا نعم، بس لا يكون الهلع بهذا المستوى. 98% من هذا المرض غير مميت، فقط 2%، وحتى هؤلاء 2% هم من كبار السن ومن بهم أمراض مزمنة ومن عديمين المناعة. إذن يعني حتى من الجانب الطبي والوقائي لا يوجد مبرر لهذا. وأضيف له نقطة، وأنا ليس متخصص في هذا الشأن لأنه طبية ومهنية، أنه حتى مسألة الهلع الزائد تصعد نسبة الكورتيزون عند الإنسان، وعندما تصعد نسبة الكورتيزون عند الإنسان ضعت من مناعته، وبذلك أنت تكون مساهم بانتشار هذا المرض. طيب. يعني أصلاً المرض ينتشر عندنا الناس قليلين المناعة. أشكرك جزيل الشكر للكابتن باسم قاسم، أعتذر لضيق